الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حليك يا مولانا، حليك يا سيدنا، سيبك هتفصل. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. العدد يا رب. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. الله أكبر. جزاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روحي تعليق. الله يا شيخ، الله يا دكاترة. أولى جزاء بما
العظيم. حليك يا مولانا، ربنا يجعلها لك بالنور يا رب. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. عليك يا مولانا فرق المناسبات يا أخي، عيد الأم كان من كام يوم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك يا رب. حملت أمه كرها ووضعت كرها. صل على النبي. الله 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 يا كبير. وقمله الفصال ثلاثون شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله يا فضيلة مولانا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت كمان يا شيخ. وأن أعمل صالحا
حتى الرسول رحمة أبوك وجدته ما تبقى ولو تشوف زكريا دي على الحمد إزاي بيزا وأصلح لي في ذريتي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن
مولانا يا مولانا في تقطيعة جميلة قوي. ايوه يا دكتور. وهما يتغيثان الله. وهما يستغيثان بالله وعينك آمين. فيقول ما هذا
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم حق عليهم القول من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا إلى ما تيسر من خواتيم سورة الأحقاف. تلا علينا قارئنا الجليل وصاحب الصوت الجميل والخلق النبيل فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، والذي سوف يتلو قرآن الجمعة القادمة من مسجد الدكتور عبد الحليم محمود بالإذاعة المصرية، وأيضا الشيخ محمد علي الطاروطي سيقرأ الجمعة بافتتاح المسجد الكبير من طحلة بردين بإذاعة وسط الدلتا. أشكر لمن أتوا أثناء التلاوة، الشيخ أحمد صلاح عبد الله ووالده فرغان مركز ديار بنجم، فضيلة القارئ الإذاعي العلم الكبير الذي نفخر به دائما الشيخ علي محمود شميس،
اشكر لفضيلة الشيخ احمد سليم طه المرد مركز ديار بنجم. اشكر لفضيلة الشيخ احمد ابو العينين عمار حزبة ابو عمار.